الوفاة اضطراب أيام. ربيع الأول أو صفر، سنة 10 للهجرة أو 11 للهجرة، لا زيارة ولا مسير. رابعا الكليني والطوسي، وفاته صلى الله عليه وآله وسلم في 12 من ربيع الأول. أليف، قال الكليني: قبض صلى الله عليه وعلى آله وسلم لاثنتي عشرة ليلة مضت من ربيع الأول يوم الاثنين. قال الطوسي: توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شهر ربيع الأول في 12 مضت من شهر ربيع الأول يوم الاثنين. خامسا مناقب آل أبي طالب، توفي صلى الله عليه وآله وسلم في 2 من صفر. قال ابن شهر آشوب في أحواله وتواريخه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: فلما دخل سنة 11 أقام عليه وعلى آله الصلاة والتسليم بالمدينة المحرمة، ومرض أياما وتوفي في 2 من صفر يوم الاثنين، ويقال يوم الجمعة لاثنتي عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول.